مساء الخير، ازيكم شباب؟ اخباركم؟ عامل ايه؟ معاكم منو ده فيديو في العاده. اتمنى تكونوا كويسين ومبسوطين. النهارده عايز اتكلم معاكم عن تحديث نتفليكس عملته بقى لها يعني يمكن تقريبا اسبوعين او ثلاثه. بعتت ميل لكل الناس سبسكرايبد على نتفليكس. طبعا عشان انا سبسكرايبد على نتفليكس فجاني التحديث ده. هما مش تحديث بمعنى تحديث، بس هو حاجه هما بصدد اعتقد يعني ان هما بعدين هياخدوا الموضوع فور ذا نيكست ستيب يعني. المهم خلينا قبل ما نبدا، لو انت مهتم بالنوع المحتوى اللي انا بقدمه دايما، او لو ما تعرفنيش يا ريت تبص بص على الفيديوهات عندي اللي بقدمها، فيديوهات ليها علاقه بالمحتوى المالي. اخدت فتره كنت بتكلم عن الاستثمار في البورصه، وان شاء الله هكمل في الموضوع ده. هتلاقي فيه يعني دايفرسيتي اوف كونتنت كده، هتلاقي فيه اكيد الحاجه اللي انت مهتم بيها. يا ريت تعجبك الفيديو تعمله لايك وتسبسكرايب عندي في القناه وتشغل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي جديد، وتعمل لي فولو على السوشيال ميديا، في لينك تحت موجود فيه كل اللينكات بتاعت السوشيال ميديا اكونت. خلينا نبدا. نتفلكس مؤخرا بعتت ميل بتقول فيه ابديت اباوت شيرنج بتوين هاوس هولدز. دي معناها اللي انا فهمته من الميل بعدين، ان هي بتقول في الميل يعني ان المفروض ان اكونت او اشتراكك او السبسكريبشن بتاعك على نتفلكس ده اشتراكك انت وحدك بس، انت والناس المقيمه معاك في البيت. وحته المقيمه معاك في البيت هي اللي خلاني حاسس ان هي في ستيبس تانية هتاخدها قدام علشان تكنترول شويه اللي حاصل. ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل ان انا دلوقتي لو انا مشترك في نتفلكس وعندي الاشتراك بتاعي بيتيح لي ان انا اقدر استخدم الاكونت بتاعي على اربع اجهزه في نفس الوقت، انا اكيد كابرون مش هستخدم من اربع اجهزه في نفس الوقت. فبيعمل ايه؟ بصوا ده اللي هو البيست كيس سيناريو. هقسم الكوست بتاعتي على اربعه، انا هدفع جزء واشوف ثلاثه تاني من اصحابي يدفعوا، كل واحد فيهم يدفع جزء تاني. ليه بقول لك ده البيست كيس سيناريو؟ لان انا مؤخرا بقيت بشوف في اكونتات بتبيع بروفايلز دي بتاعت نتفلكس، بس اكيد بتبيعها وز ايه؟ ترى بروفيت يوم هم يعني بتكسب في الموضوع ده، يعني بسبب حاجات زي كده اهو. نتفلكس عايزه تقفل على الموضوع بانها بتقول لك ان في ابديت هيحصل قدامه، عشان كده بتوضح لك ان المفروض السبسكريبشن بتاعك بتاع نتفلكس بيكون بتاعك انت بس والناس المقيمه معاك في البيت زي ما كنت بقول لك. فهي كانت بتقول برده في الميل المبعوث انك انت ممكن لو في حد مشترك معاك في الاكونت بتاعك بتاع نتفلكس تقدر تخليه يعمل ترانسفير للبروفايل بتاعه من عندك ليه هو، السبسكريبشن بتاعه هو بس. انا لو معايا شخص من اصحابي بيدفع معايا في الفلوس، وتشيز دي حاجه الليجال هم بيقولوا عليها يعني، فعش لازم انا اقول له خد اعمل بروفايل ترانسفير او انقل البروفايل بتاعك من عندي للسبسكريبشن بتاعك، ادفع له انت فلوس منفصل، وانا بقى افضل ادفع الاكسترا ماني اللي هو كان بيدفعها انا هدفعها له بعدين، او اعمل داون جريد للسبسكريبشن بتاعي. وده وتشيز دي حاجه ممكن اكيد تحصل في المستقبل، لان هم لو بداوا يضيقوا على الموضوع ده اكتر من كده اكيد كل الناس اللي كانت مشتركه على اربع اجهزه وبتقسم مع ثلاثة من اصحابها، او اللي كان مشترك على جهازين وبيقسم مع واحد صاحبه، هيبدا يعمل داون جريد، يعني هيخليه في الستاندرد اللي هي تقريبا مش عارف 65 او 70 جنيه الستاندرد اللي هي بتشغل على جهاز واحد بس. فانت تقدر كمستخدم تشغل نتفليكس على الموبايل بتاعك، على التابلت بتاعك، على الشاشه بتاعتك السمارت اللي في البيت بس وان ات تايم، يعني جهاز واحد بس، يعني ما ينفعش موبايل وشاشه في نفس الوقت، لانك انت هتبقى سبسكريبشن بتاعك جهاز واحد في المره. طبعا وقتها هتاخد الجوده بتاعت الفيديوهات او بتاعت الكونتنت انت بتشوفه على نتفليكس هتبقى اقل شويه 120، فدي حياتك كلها هتتغير قدام. بصوا انا شايفه ان نتفليكس بتعمل زي اللي عاملاه سبوتيفاي مثلا. سبوتيفاي عندهم حاجه اسمها ديو سبسكريبشن، يعني هتدفع اشتراك هتستخدم انت وواحد تاني مقيم معاك برضو في البيت، بس انتوا الاثنين هتقسموا الاشتراك بينكم، وفي نفس الوقت سبوتيفاي نفسها عارف انك انت مقسم اشتراك مع الناس التانية. الديو سبسكريبشن عشان يوفر عليك انت فلوس، وفي نفس الوقت يخلي ناس تانية تدخل في الموضوع. فاعتقد نتفلكس عايزه تعمل حاجه شبه كده. دي كانت فيتشر انا كنا بنروج ليها زمان، انك تقدر تقسم الاشتراك بتاعك مع اي حد من اصحابك. بس اعتقد يعني خلينا نكون واقعيين ان هم لو قفلوا حته انك انت لازم انا كابنوب معايا اكونت على نتفلكس لازم احدد العنوان بتاعي بالظبط وكل البروفايلز اللي عندي تحدد نفس العنوان، اعتقد ان وقتها تبقى محلوله برضه. الناس اللي انا هدي لها تدفع معايا فلوس هدي لها نفس العنوان بتاعي بالتفصيل بحيث انها تكتبه هناك تبقى موجوده. بس انا ما اعرفش وقتها هل هم يجيبوا الموضوع ده صح ولا غلط، مثلا الاي بي بتاع الموبايل متسجل في حته حاجه ليها علاقه باللوكيشن والكلام ده انا مش عارف. بس واحد اصلا كان بقى له مده بيمسك نفسه انه ما يكنسلش السبسكريبشن اصلا يعني. ف لان نتفلكس بصراحه موجود فيها كونتنت تقريبا انا الكونتنت ده لو اخدت خطه ان انا اخلصه في سنه مش عارف اخلصه، مسافه ما نوصل لاخر السنه هيكون الكونتنت اتجدد. امازون برايم هو اشترى تقريبا 29 جنيه فمكسر الغيه. وعندك برضو شاهده مراتي مخلينا مشتركه خدت سبسكريبشن تقريبا تخفيض 50% مدى الحياه تقريبا بندفع 25 جنيه 24 جنيه 25 جنيه كل شهر، وتشيز دي حاجه برضو كويسه مش وحشه. خليني يعني اقول لك معلومه باي ذا واي كده، اي منصه من المنصات اللي بتقدم لك افلام او مسلسلات انا اقول لك انك انت لو بتدفع بالكارت بتاعك بتاع البنك بنسبه 100% بيبقى فيه فيز بتاعه ال 10% بتاعه تدبير العمله اللي بياخدها منك البنك. يعني مثلا لو اشتراكك في منصه سين بتدفع له 100 جنيه تضيف عليه 10 جنيه زياده لان هو بياخد 10% عشان تبقى برضو عارف في الحته دي. وخلي بالك البلاتفورم مش بتسوق لك الحته دي، البلاتفورم المفروض انها بتقول لك انا هخصم منك 100 جنيه بس. المفروض بقى ان البنك بتاعك هو ال 100 جنيه دي هيديني المعادل ليها بالدولار، فبالتالي هو هيدبر عمله هي انا كبلاتفورم، فبالتالي هاخد منك انت كعميل عمولة تدبير العمله، فضيف دايما 10%. هي نقدر نعتبر ان الفيديو ده كان فيديو لايت خفيف، كنت بحاول اناقش معاكم او اقول لك الابديت الجديد بتاع نتفلكس لو انت
مشترك، اكيد جالك ابديت زي كده، او لو بتفكر تشتري لازم تبقى عارف ده اللي ممكن يكون يحصل بعدين. وبرده كان من فتره من الفترات كان نتفليكس برده كان فيه زي رومرز بتقول ان هم بيناقشوا فكره ان هم يضيفوا الادز او الاعلانات على اي حاجه انت تتفرج عليها، ودي حاجه الحمد لله يعني ما حصلتش لغايه دلوقتي، لان مش هتبقى حابين حاجه زي كده تحصل يعني. ولو ان في بلاتفورم تانية اللي هي امازون برايم بتعمل حته اعلانات، بس اعلانات للكونتنت بتاعها نفسه، يعني ممكن تكون بتتفرج على فيلم مثلا ميشن امبوسيبل وتلاقي بيعمل لك اعلان عن مسلسل، مثلا مسلسل اوف تايم ده كان مسلسل حلو اتفرجت عليه، فبتلاقي اعلان لمسلسل او كونتنت هما بيعملوه على الكونتنت اللي بتتفرج عليه، برضه بيبقى مدته 10 او 15 ثانيه بالكتير، تعمل له بيخلص وبتبدا الحلقه بتاعتك. بصراحه هي مش بتبقى مضايقاني لما بتحصل معايا على امازون برايم، فبرضه نقدر نقول الحمد لله مش متاحه في نتفليكس. في النهايه انا بشكرك جدا جدا وبشكرك جدا لو انت لسه مكملين الفيديو لغايه دلوقتي، لو عجبك الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتقولي رايك تحت في الكومنتات، ارائك بقى في الكونتنت او في السيت اب او في اي حاجه. لو انت مش مشترك في القناه تعمل سبسكرايب وتنورنا بتشغيل زر الجرس. وثانك يو فور واتشينج اند سي يو نيكست فيديو.